امشي. توسل لي ولك، توسل لي حتى ما قلت لك يا واطي. وقف يا اغا. توسل لي ولك، توسل لي يا حيوان. اخ مان 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 مان. طيب ما دام هيك ادعي اخر دعاء لك. اول شي رح خلص عليك انت وبعدين الحيوانة سمية. عم يصير؟ عم يوصل علينا. مين هذا؟ رح اوصل عليه. ولك يا فكرة مين هذا؟ ما بعرف يا أبي، طلع فجأة قدامنا. هدول ما رح يتركوا سمية، عيونهم عم تقدح شرر. إذا ما لحقتها البنت رح يقوصوها. هلأ أنا رح ألحق غسان، وأنتوا روحوا جيبوا البنت من راسم آغا. لك انتبه على حالك يا ابني، اترك الرجال بعدين بيحلوا الموضوع بين بعضهم. تمام ابني؟ ما تخاف يا أبي، ما رح يصير لي شي، ما رح أرجع من دون ما أخلص عليهم هن الاثنين. جهزوا حالكم يا شباب، رايحين. دخيلك يا ربي، انت ساعدني. دخيلك، لازم ما ضل هون، لازم الحق غسان. والله اذا متت بدون ما اقول له لاخي انه اخي رح ضل حسره بقلبي. وانا كنت عم اقول ليش حبيته لهذا الولد من الاول. يلا زيدان يلا. يا الله، انت القادر انك تساعد غسان. بتول، ليش عملتي هيك؟ لا خالتي، أنا رايحة لعندن ورح قلن إنه هو ماله ذنب بنوب. أنا هربت لحالي، أوصوني إلي بس ما تأوصوا. اسمعوا على هالحكي يا سمية، أنت شربي الشوربة تبعك وصحصحي شوي. لا تخافي أبداً، إن شاء الله غسان رح ينفذ منهم. خلينا نخلص من هذا الموضوع بالأول، وأنا بعرف مين حاسب بعدين على كل هاد. لهيك مو مبين ابدا. انتي صبري علي، اكيد رح اجي لهداك البيت. عزيزه تعي شوي. يلا انتي اشربي الشوربه. شو بدك راسم اغا؟ ليك يا عزيزه، انتي بتعرفي بس هاي البيت